تفسير حلم رؤية الثعبان في المنام. تختلف رؤية الثعبان في المنام حسب الحالة، هل تمت رؤية قتل الثعبان أو دخوله المنزل أو خروجه منه، أو تمت رؤيته أبيضا أسودا أخضرا أم أصفر. وتختلف التفسيرات لرؤية الثعبان حسب الرؤية، سواء في منام العزباء، المتزوجة، الحامل والمطلقة. تابعوا معنا. تفسير رؤية الثعبان بألوانه المختلفة في منام العزباء. رؤية الثعبان الأسود في منام العزباء ومحاولة قتله والتخلص منه تشير إلى انتهاء المشاكل وذهاب الهموم. أما رؤية الثعبان الأبيض في منام العزباء تحذر من شخص لئيم يحاول التقرب منها. إذا لم يتسبب الثعبان الأبيض بالأذى للفتاة العزباء فإنها تنجو من ذلك الشخص. تفسير رؤية الثعبان في منام المتزوجة. الثعبان الأزرق يشير إلى المشاكل. التخلص من الثعبان الأزرق يشير إلى انتهاء المشاكل والأزمات. الثعبان الأصفر في منام المتزوجة يرمز إلى المرأة الخبيثة واللئيمة. رؤية التخلص من الثعبان الأصفر أو ضربه تشير إلى التخلص من امرأة خبيثة. تفسير رؤية الثعبان في منام الحامل. الثعبان الأسود في منام الحامل يرمز إلى المشاكل والأزمات. رؤية ضرب الثعبان الأسود والتخلص منه تشير إلى التخلص من المشاكل والخروج من الأزمات. أما رؤية الأفعى تضع بيضها في منام الحامل تبشر بسهولة الولادة. تفسير رؤية الأفعى أو الثعبان الكبير. فسر الفقهاء أن الثعبان الكبير في المنام يرمز إلى المشاكل الكبيرة والصعبة. التخلص من الأفعى أو قتلها تشير إلى قدوم الخير والرزق الوفير. تفسير لدغة الثعبان في المنام. لدغة الثعبان في الرأس تشير إلى الفقر أو التعرض إلى أزمة مالية. رؤية لدغة الثعبان في المنام تشير إلى التعرض للغدر. أما لدغة الثعبان في اليد اليمنى تشير إلى قدوم الخير. رؤية لدغة الثعبان بشكل عام تشير إلى الذنوب والطريق غير الصحيح. تفسير رؤية الثعبان الأسود في المنام. فسر الفقهاء أن الثعبان الأسود في المنام يرمز إلى الأعداء، ورؤيته في المنزل تشير إلى القريب المنافق والخبيث. كذلك يشير الثعبان الأسود إلى الشر الخبيث. تفسير رؤية الثعبان الأبيض في المنام. رؤية الثعبان الأبيض في منام المريض بشرى له بالشفاء من المرض. قد يشير الثعبان الأبيض في المنام إلى خبث الأقارب. أما رؤية الثعبان الأبيض في المنام يخرج من الملابس تشير إلى إنفاق المال كثيرا. تفسير رؤية الثعبان الأصفر في المنام. الثعبان الأصفر في المنام يرمز إلى التعرض للحسد والحقد. كذلك قد يرمز الثعبان الأصفر إلى العدو. رؤية الثعبان الأصفر في منام التاجر قد تشير إلى خسارة كبيرة في تجارته. تفسير رؤية الثعبان الأخضر في المنام. ذكر الفقهاء أن رؤية الثعبان الأخضر تشير إلى حب الدنيا. كذلك يشير الثعبان الأخضر إلى وجود المنافقين والخبثاء حول الرائي.